بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. قبل اي حاجه، الف مليون مبروك للمنتخب المغربي وجمهور المنتخب المغربي للفوتسال بعد فوزهم ببطوله كاس القارات اللي كان بيتلعب في تايلاند، او البطوله الوديه الدوليه اللي كانت بتتلعب في تايلاند. مباراه جميله جدا جمعت بين المنتخب المغربي والمنتخب الايراني. طلعت انا عملت فيديو هنا في الشارع، بس كان همي ان انا بارك للجمهور المغربي، لان الامانه الناس استحقوا بصراحه المباركه، وبالذات المنتخب المغربي للفوتسال. منتخب المغرب للفوتسال من اول ما تبعته في كاس العرب، لا منتخب عالمي، لا منتخب عالمي بجد والله، من غير اي حاجه. قلنا احنا في ماتش فنلندا ان المنتخب المغربي بيعرف يدافع كويس قوي، وبيعرف يمنع الفرق من ان هي تخش من العمق على حارس المرمى عبد الكريم ارميه. عبد الكريم ارميه عمل بطوله عالميه، انا والله الراجل ده عمل بطوله عالميه، حارس مرمى المنتخب المغربي. الراجل كان يستحق ياخد احسن لاعب في البطوله، وش احسن لاعب احسن حارس. المهم كان الراجل ده يستحق ياخد اي حاجه في البطوله، بجانب طبعا اشرف سعود وادريس رئيس فني وانس العيان. العيان والمصرار من ساعه ما وصلوا البطوله وهم فارقين جدا مع المنتخب المغربي، مش هنضحك على بعض، الاثنين مهمين جدا، وجودهم في الملعب مهم جدا بالنسبه للمنتخب المغرب للفوتسال. اثنين لعيبه مهمين جدا، بس العظمه بقى انك تخلي اللعيبه دول لما يعني يعملوا وجبات دفاعيه، ويعملوا وجبات دفاعيه مع لعيب مهاري جدا زي ادريس رئيس فني. منتخب المغرب عمل اداء دفاعي محترم قدام منتخب ايران. يابا المغرب غلب 4-3، بس ما انا شفت الشوط الاول ان منتخب المغرب كان بيدافع، منتخب المغرب كان بيدافع وكان بيعتمد على الهجمات المرتده، وعلى ان هو عنده لعيبه مهاريه وطرف تكلفه اي حد في ربع متر على منظر، وده كان بيعمله العيان، وكان بيعمله اديس رئيس فني، وكان بيعمله كمان عبد اللطيف فاتي. عبد اللطيف فاتي اللي هو طلع لابس 5 مش لابس 6، عبد اللطيف فاتي ضيع كره خطيره، بس الامانه كان واحد من نجوم البطوله والله العظيم. طبعا جواد رقم 4، ولعيبه ثانيه كتير زي بوزيد اللي عمل فاول عالمي. صراحه الفاول ده عالمي، انا كان نفسي اخد الفاول سكرين شوت قسما بالله. اول ما الكره ما اتعملت فاول على فاتي، قلت خلاص الكره دي جايه جون، الكره دي هتيجي جون وش، مع ان المنتخب الايراني الناحيه الثانيه بقى كان بيضيع كرات ثابته كتير، ودي برده تحسب لعبد الكريم ارميه حارس مرمى المنتخب المغربي، ان في كرات ثابته كتير كان بيقدر يصد لها ببراعه وامتياز، عكس المنتخب المغربي لما كان بيجي له فاولات كنا بنشوف يعني تنفيذ عالمي من بوزيد في الهدف الثاني. نسكت بقى، لا دوك الطبولة معلم، منتخب المغرب هيكتسح منتخب ايران، واحنا على بعد نتيجة عالمية. طب بالنسبة للكلام اللي كنا بنتكلم فيه ده، ان احنا بنمنع منتخب ايران ان هم يخشوا للعمق، لا والله احنا نسينا الكلام ده الشوط التاني بقى، عشان خاطر احنا خلاص 2-0 ولازم نسجل التالت ونسجل الرابع. احترام الخصم بالنسبة لنا بعد 2-0 بيقل شوية، ولما قال المنتخب المغربي لبس جون، نسكت بقى، لا دخلوا العمق وخدوا ضربة جزاء. عبد الكريم ارميه خد رجل الراجل وضربة جزاء 2-2. الجمهور والناس قال لك بس عادي يا جماعه، احنا عملنا ماتش حلو، هنقدر الله ما شاء فعل، ما فيهاش اي حاجه، المهم ان الولاد عملوا ماتش حلو. هوب، طب الكيك المنتخب المغربي سجل الثالث، هناخد البطوله ولا ايه؟ هوبا ايران اتعادلت، لا ده ما بيلاقيش مكسب شكلها، لحد ما المنتخب المغربي ما بيسجل في الاكسترا تايم وبينهي المباراه بالفوز، واحده من المباريات الملحميه. يعني انا عن نفسي ما كنتش اعرف ان في فار في الفوتسال، بس النهارده شفت الفار، شفت الفار في لقطتين ثلاثه، لقطه بتاعه المصرار اللي الكره خبطت في العارضه ونزلت على الخط، واللقطه الثانيه بتاع الهدف اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الهدف العالمي اللي جابه بوزيد، الفاول كانوا عايزين يحسبوها على مؤاخذه يعني ان هي فاول على لعيبه منتخب المغرب، ولو ان الكلام ده مش حقيقي هي غلطه حارس مرمى منتخب ايران ان هو باع نفسه، بس لعيبه منتخب المغرب مالها على مؤاخذه، لعيبه منتخب المغرب استغلوا الكرات الثابته، استغلوا الكرات الثابته، الهدف الثالث ضربه جزاء. منتخب المغرب عمل عظمه، منتخب المغرب يبني وبيعمل عظمه في الفوتسال، بس المنتخب الايراني منتخب كبير ومنتخب محترم جدا، ومنتخب ايران لو مش منتخب كبير مش هقول لك مش هياخد السادس عالميا، مش هيكون موجود في التصنيف السادس عالميا ولا اي حاجه، لا هقول لك فعلا ان هو منتخب كبير جدا جوه الملعب. جوه الملعب الشوط الاول المنتخب المغربي كان عامل عليه مباراه دفاعيه عالميه، وكان بيعتمد فعلا على المرتدات بطريقه مميزه جدا. الشوط الثاني بقى المنتخب الايراني باين لك فعلا ان هو منتخب من قمه الكبار، منتخب بيعرف يرجع في النتيجه، وهو خسران 2-0 قدام لعيبه حرفيا عفاريت كوره، والله لعيبه منتخب المغرب للفوتسال عفاريت كوره، يعني اللعيبه عندها مهارات فرديه غير طبيعيه، وبرده في الحاله الدفاعيه ده انضباط تكتيكي، فانك ترجع دي حاجه ما بتكونش سهله، غير برده ان منتخب المغرب ما كسبش منتخب ايران قبل كده، فدي حاجه برده بتثبت لك قد ايه منتخب ايران منتخب قوي. يا جماعه بلاش ان نقعد نسخف من المنتخبات اللي احنا نكسبها، مش عشان خاطر كسبنا حد يبقى الفريق ده ضعيف والفريق ده،
لا يا معلم احنا المغرب كسبت فرقه جامده، المغرب كسبت فرقه جامده لا اكتر ولا اقل. المغرب تستاهل البطوله طبعا، تستاهل البطوله. تحيه كبيره لكابتن الشاب الدقيق، تحيه كبيره لعبد الكريم رميه حارس المرمى، تحيه لبوزيد، تحيه لكل اللعيبه اللي احنا حييناهم قبل كده تاني وتالت ورابع، كل اللي بيعرف يقدم حاجه ممتازه وممتعه وبتثبت ان احنا نقدر ننجح في حاجه لازم نديله التحيه. شفت امبارح لما كنت بقول لك عندنا منتخبات عالميه تقدر تنافس؟ الحمد لله المنتخب المغربي النهارده خد البطوله بتاعه الفوتسال عن جداره واستحقاق. الف مليون مبروك للاخوه المغاربه. عايز تعمل لايك اعمل لايك، مش عايز تعمل ولا يهمك يا اسطى، فلتعتبرهم خمس دقائق من حياتك قد فاتوا هدرا.